أولاً أنا لا يعنيني من يقول أن قرار الحرب إيرانياً أو الاتحاد السوفيتي أو روسيا أو الآخر. لا، هذه طبعاً أيديولوجيات تتحرك، ما لي علاقة بها. قرار الحرب والسلم العراقي بيد القائد العام للقوات المسلحة. أما المقاومة والفصائل تقول ما نلتزم، طالما موجود الاحتلال مو ملتزم شرعاً يا أخي، أنا قاوم. شكراً جزيلاً. يا أما عندي دستور يا أما عندي على الشريعة أمشي. يعني الدستور احنا والله. سبق وان تحدثنا استاذ عدي، سبق وان تحدثنا بحلقه سابقه، سالتني نفس السؤال، قلت لي الدستور يضمن؟ قلت لك الدستور يقول ضمنا انه اذا كان هناك احتلال الاعراف الدوليه والقوانين والدساتير الشرعيه وغير الشرعيه. هيا دستور، تسمح لك بالمقاومه يا سيد دستورنا. احنا الحلقه راح تنتهي، اتمنى ان ترجع على واحد مختص دستوري الا الدستور العراقي، كيف الحق المقاومه في وجود احتلال لو لا حتى يجاوبك. راح ادور بالدستور. بعد لماذا تزجون وتحاكمون وفق هذا الدستور المقاومه السنيه الذي قاومت الاحتلال؟ لماذا الى الان لم تطلق ما عندي وقت للجدل استاذ النايف. 30,000 مقاوم سني الان حولوا. لا تعليق، انا لا اعلق على الكذب، هذا كذب وتدليس. طيب أتمنى أن تبتعد عن الكذب والتدليس. لا، أرجوك. لا، 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 كل واحد ورأيه.